عدنا لحضراتكم مرة تانية. على فكرة احنا كنا بنتناقش اثناء الفاصل ونقاش اللي انا دايما بقوله المنطق. يعني استاذ محمد صلاح وهو بيتكلم قال لك اول حاجة بص في منطقية يعني الخبر المصدر ايه، الدنيا عاملة ازاي، المنطق يا اخوانا المنطق، حكم عقلك، روح للسورس، روح للمصدر، طب حاول تدور على المصدر شوية، يعني اعمل طالما انت قررت انك انت تاخد حاجة وتشيرها وحاجات. انا مش بكلمكم على الحاجات بتاعت ايه ده بنوا طريق في فوق السطوح وعملوا شجره مش عارف عامله، لا انا بكلمكم سيبكم من ده بيقعدوا يلعبوا بيه كتير قوي. انما انا بكلمكم في الحاجات اللي بتهز ثقه المجتمع في المجتمع او بتهز ثقه المواطن في الدوله مش في الحكومه. انا الحكومه يهاجمها زي ما انت عايز، اعمل فيها اللي انت عايزه، ولكن هذه الثقه مين اللي بيلعب دولي؟ ده انا بقف قدامه الاقي اساتذه محترمين، استاذ وجدي محترمين، والدكاتره وسيدات ويشيروا حاجات بشكل غريب غير طبيعي. رايك ايه في اللي قاله في الثلاث اساسيات الاول قبل ما يحكم، ثم رايك ايه بقى؟ احنا كده هننتقل الى مرحله الرد. طب انا هرد ازاي؟ خلاص عملت الاساسيات تمام، هلعبها ازاي بقى؟ انت شايف الرد هو يكون. عمليه الرصد اللي قال عليها دي عمليه مهمه جدا وانا بتفق معاه فيها ودي حاجه رائعه. عملية الرد بقى يبقى لازم أكون أنا مسلح بالرد القوي على الشائعة دي. يعني أنت عارف حضرتك يا أستاذ محمد إحنا الوقت في مشكلة غاية في يعني كارثة حقيقية، اللي هو زي ما هو قال إن هو بيستخدم الشعب نفسه أو البشر نفسها في ضرب الدولة المصرية من الداخل بالطريقة دي، ودي المحترفين فيها الإخوان. بس كل الألعاب دي كلها خلاص يعني المصريين حفظوها وعاشوها تمام وبيعرفوا يردوا عليها. السؤال اللي انت بتقوله عملية المنطق، يعني الواحد بيشوف ناس للأسف الشديد يعني متعلمين كبار يا عم أساتذة وسياسيين وسفراء وكل حاجة وسفراء للأسف تلاقيه بشاير على صفحته ايا كانت الصفحة حاجات في منتهى الغرابه. هو زي ما انت بتقول قبل الهوا ما كنا بنتكلم، لو هو فكر فيها لحظه واحده والله بتجنن والله يا وجدي والله يا وجدي بيقعدوا يحشوني في الكنترول، انا مش مصدق بتجيلي حاجات كل يوم غريبه. هو احنا هنتفرغ ان انا كل يوم اقول لك على فكره ده مش حقيقي يا حبيبي تمام وبالمنطق؟ على فكره انا هي المساله بالمنطق وبالفكر.